الله معكم، كيفكن اليوم؟ اليوم هو يوم استثنائي، وحابب اهدي كلمة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون يلي عم يتعرض للطعن بالوجه وبالظهر من القراب ومن البعيد، ولكن هو جبل وصخرة رابد على رابية بعبدة لحتى يخلص لبنان، مثل عايام فخر الدين. فخر الدين جاره، فخر الدين بوزارة الدفاع اللي محطوط تمثاله، تمثال الشرف وتمثال الرجولة وتمثال رجل الدولة، لأنكم كلكم بتعرفوا إنه فخر الدين هو أول مين بلش بفكرة لبنان الوطن، وهو أول مين عمل من لبنان وطن. بهالمناسبة رح وجه كلمة للرئيس ميشيل عون بعنوان: ميشيل عون، ليش منحبك وليش بيكرهوك؟ لكل يلي بتساورن الأسئلة الخبيثة براسن وبعقولن وبيفكروا إنه نحنا منمشي مثل القطعان ورا ميشيل عون، وما اكتشفوا لهلأ سر العلاقة بينه وبينه، رح نقلن مين ميشيل عون ومين نحنا وليش منحبه وليش بيكرهوه. ميشيل عون رجل خلق من رحم الإقطاع وتوارث المشيخة والبكاوية، وما زاد قصوره تخمة وثرواته جبال وكنوزه ذهب. ميشيل عون خلق من رحم أم بيحمل بسناياه الحنان والعنفوان، ومن بي أكل خبزه بعرق جبينه وطعم أولاده من فلس الأرملي. ميشيل العون تخرج من مدرسة التضحية والشرف والوفا، وتقلد سيف الانضباط على ايد فؤاد شهاب مؤسس الدولة، واعترك الجبهات دفاعا يوم كان الوطن مزق بين احفاد واحقاد مدارس فلانجو فرانكو ومرتزقة موسوليني وزمر الهجانة وبيعين فلسطين وسعليك اليرموك واحفاد تيمورلانج وتجار اتفاق القاهرة وفتح لاند وعملاء إسرائيل وزحفاطونية عتبات عنجر ونواب الصدفة بغرف منتجعات طايف وتجار السوليدار ومؤجري مفاتيح بيروت ولعيقة جزمات الغربة. ميشيل عون صار عمره 85 سنة ولهلأ ما عنده سند ملكي لبيت. بيته كان خيمة الجيش بمزارع شبعة وبسكنة صيدا وبسوق الغرب وتلة ثلاثة تمانات وبكياس الرمل عخطوط تماس رسمها أمراء الحرب والإقطاع والعملاء، وحتى بعد رجعته من المنفى سكن ببيت تقدم من محبينه وما قبل إلا بعقد إيجار تما حدا يهدته بيوم. ميشيل عون بيت الشعب، مطرح مسار للأرز معنا بعد ما لونها أمر الحرب بالدم حسب مصالحهم، وحرقوها بحرب العلم وحبسوها بدم المجازر والانتفاضات والذبح على الهوية، وطلع علينا القائد ليعطينا نفخة أمل بعد ما انحرمنا حتى من الحلم بالأمل، لنظهر من الخنوع والاستسلام لظلامة وجهالة وعمالة وسفالة قوى الأمر الواقع يلي عاثت بلبنان بالفساد والدمار والتهجير والقتل من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. ذكرنا بلبنان الدولة، بلبنان التاريخ، بلبنان الحضارة، لبنان الحرف والنور والجمال، بالجيش حامل حمى، ونادينا وكل مرة كنا نلبي النداء وعيطلنا يا شعب لبنان العظيم، وكنا شهود على الضابط بالبدلة العسكرية المرقطة يوم يلي وقف وقال للعالم انه الوجود خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت، بينما العالم بخاف من العسكرية. ميشيل عون تهموك انك اختلست اموال الناس يلي حملوها بجرار وكسروها قدام اجرين العسكر يوم اللي قطع مصرف لبنان المعاشات عنن وعنك، ونحنا دفعناها معاشات إلن
وحق الذخير تتستمر بمسيرة التحرير، وفتحوا الملفات الوهمية بعد ما نفيوك تتبقى منفي. ميشيل عون تهموك بترك عسكرك على الجبهات ب13 تشرين، بس هن بيعرفوا انه تم احتجازك بسفارة فرنسا بعد رفض فرانسوا ميتيران رجعتك على قصر بعبدة، لانه اعتبرك مسألة شرف لفرنسا. بينما اللي كان عم بيقصف عسكرك والناس كان يستغرب ليش ما سلموك لحلفائهم السوريين لاعدامك، ولو وقعت عائلتك بايديهم كانوا اندبحوا من الوريد للوريد مثل ما عملوا بداني شمعون وعائلته. ميشيل عون نسيوا انك بعز معركة التحرير كنت تطالب بافضل العلاقات مع سوريا لما بيظهر جيشها من لبنان، ونعتوك بالتابع لانك قتلت بشرف وهدنت بشرف، وهني وصفوك هيك لانهم عملاء قتلوا الكتف على الكتف مع يلي خصمتهم ضدك، وهجموك لما فلوا اسيادهم من لبنان وانرفعت صبابيط المخابرات عن رقابهم، ورجعت صلحت بشرف واستقبلت استقبال الملوك وحسوا بالعار والذل لانهم مجرد عملاء بلا كرامة ولا من يحزنون. ميشيل عون انت اول رجل دولة بتاريخ لبنان الحديث بيعطي الناس ثقتهم وبينتخبوا نوابك باعداد كبيرة مرتين، حتى انه رؤساء الجمهورية والحكومة وزعماء الطوائف والاقطاع وامر الحرب وحيتين المال ما قدروا تشكيل لايحة مكتملة بعهدهم وهن باوج عزهم وجبروتهم، مشان هيك حربوك وعم بحربوك. بس بعد ما عرفوا انه نحنا مين جدد لك وجدد لسياستك وجدد لاستراتيجيتك، ولما بيهاجموا ميشيل عون يعني عم يهاجمونا نحنا، ولما بيخونوا ميشيل عون يعني عم بيخونونا نحنا، لانه نحنا اللي ارتضى من سنة 88 انك تتعب تنرتاح. ميشيل عون بيكرهوك لأنك ما بتنباع ولا بتنشرة، وهن بحفنة قروش بيبيعوا نفسهم وعيالهم وولادهم ونسوانهم وتراب الوطن. بيكرهوك لأنك ما بتساوم، وإذا فوضت بتفاوض على المكشوف وفوق الطاولة ومش تحتها مثل ما هن بيعملوا. بيكرهوك لأنك بترفض الرشوة، وهن ذاتهم يلي بعتوا جلبرت الشغوري تيعرض عليك مليار دولار تتراجع لأرنب عايش بطربوش بري، ومش عارفين انك من سنة الاربعة وثمانين ما قبلت بكل العروض السخية، وعطول كان ردك بدي الجمهورية مش رئاستها. ميشيل عون يا بي الكل ظلموك واهنوك وجرحوا فيك القريب والبعيد، وانت مثل الصخرة من هزيت، ومثل البي الصالح للعيلة قلت لهم بحبكن كلكن يعني كلكن. ميشيل عون يا جبل رابط ببعبدة، نحن منريدك لأنك رسخت شعورنا بالانتماء للبنان، لأنك شلت الحواجز النفسية مع أخوتنا بالمواطنة يوم اللي كان مطلوب إنه نتباعد، ولأنك استشرفت المستقبل ومستقبل وجودنا كأقليات، وعرفت كيف تحمينا. بينما يلي بيكرهوك وبينتقد خطواتك بيعملوا هيك لأنهم صغار وخبسة وتجار دم وتوطين وخدام عبيد للسلطة، وما بدهم انتاج طبقة انت عم تكافح لوجودها، لأن الفساد مناسبهم والنهب مخاويهم. ميشيل عون صحيح انه ما في شي كامل، وصحيح عم تمرق علينا ايام صعبة كتير، والصحيح كمان انك بلشت معركة شرسة ضد الفساد والفاسدين ومحاسبة المرتكبين يلي اجرموا بحق الشعب والدولة وخزينتها على مر 30 سنة، ومنعرف انك عم بتحاول بالرغم من ضعف صلاحياتك ببلد تعود حكامه على سرقته وبيعه على مذبح مصالحهم الخاصة، وشعب ارتضى الفساد والمافيا وجدد ليلي عم ببيعوه.
ميشيل عون، بدنا اياك تكمل بالتعب عنا، وما بدنا اياك ترتاح، لانك اذا ارتحت منتعب نحنا، واذا تعبنا بتغيب فكرة الوطن يلي زرعته بعقولنا وقلوبنا يوم كان لبنان قطعة جبنة بيتنتشها يلي وقف وعم بيوقف بوج بناء الوطن. ميشيل عون ناطرينك يا بي الكل بذات المطرح بقصر الشعب، تنلاقيك وتقلنا يا شعب لبنان العظيم. وبشوفكم فيديو تاني.